تركيا هي من ضمن أكثر الدول اعتقالا للصحفيين، 157 من ضمن 180 دولة. هذا هو ترتيب تركيا، حيث كانت في الدرك الأسفل من الترتيب، وهي أكثر الدول ديكتاتورية، بل وسياساتها الاستعمارية وتدخل في شؤون الغير هي من أهم تعاملاتها الخارجية. آلاف الصحفيين والنشطاء والعسكريين، بل وحتى القضاة والمدعين العامين هم من المعتقلين، ومؤسسات عامة وخاصة ومدارس وجامعات ومنابر إعلامية وصل عددها إلى أكثر من 200 منبر تم إقفالها. ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، حيث وصل عدد الصحفيين المعتقلين في سجون أردوغان أكثر من 55,000. فكثير من المراقبين أجزموا بأن أردوغان أخذ مسألة الانقلاب الفاشل ذريعة ليس ليسجن أو يعتقل معارضيه فقط، بل كل من يتفوه بكلمة ضد حضرة السلطان، فكلمة الحق بالنسبة لأردوغان هي كفر لذاته السلطانية. ففي عام 2015 كان الصحفي جان دوندار رئيس صحيفة تركية، كانت السجون والنفي هي مكافأته لأنه أظهر للعالم حقيقة دعم أردوغان للإرهابيين وتنظيم داعش في سوريا. وكان آخر الاعتقالات منذ يومين فقط الصحفية التركية ميسر يلديز المحتجزة بسبب اتهامات ملفقة من شرطة أردوغان الذين اتهموها بأنها سربت معلومات سرية عن التدخل التركي في ليبيا، وغيرها من الآلاف الصحفيين. سجون مكتظة بمئات الآلاف، حيث وصل تعدادهم في آخر إحصائية بحوالي 250,000 سجين، ناهيك عن أن السجون التركية تعتبر من 10 أسوأ سجون في العالم. كما انكشفت مسألة تجارته بالقضية الفلسطينية، حيث كان مصير المعتقل الفلسطيني زكي مبارك الذي اعتقلته شرطة أردوغان بتهمة التجسس، وبعد ضغوط دولية تم تسليم جثمانه إلى ذويه، يتفاجأ بأنها بدون لسان وعليها آثار التعذيب. فهذه هي حقيقة أردوغان الدكتاتوري وحقيقة ديمقراطيته المعدومة. علي الفايدي، ليبيا الحدث.